مساء الخير. في اكتشاف مداخلة قيمة جدا من الأستاذة الإعلامية القديرة الأستاذة حنان منصور. مساء الخير يا فندم. أهلا، مساء النور، أهلا وسهلا. كل سنة وحضرتك طيبة، بمناسبة عيد الإعلاميين وحضرتك أستاذة من الأساتذة. أنا عايز لما بيقول لي دلوقتي الأستاذة حنان منصور أنا مش عارف يعني أصنفك إيه. أنت حضرتك موسوعة ثقافية علمية إعلامية، أنت عالم يعني. ازيك، ازاي حضرتك؟ وازيك يا محمود؟ ازيك يا مدام حنان؟ ازاي ست حضرتك؟ أنا سعيد أهلا جدا وسهلا. سعيد جدا بالمداخلة دي لأنها بتضيف قيمة كبيرة للحلقة والسي في بتاعي يعني. ربنا يخليك. انت عارفة انت حضرتك انت بالنسبة يعني لي طول ايه؟ عمرك انا اتعاملت مع محمود عبد السلام في الفضائية المصرية، وعارفة كويس انه يعني مثقف وراغب في المعرفة، وبيحب دايما يغربل الأشياء وما بياخدش الأمور بشكل يقيني، بالعكس هو بيدقق، وكان عنده كمان قلم رشيق بيكتب بيه. وأنا ياما يعني كان أسعدني الحظ الحقيقة أن أنا أقرأ تعليقات كتيرة لمحمود عبد السلام لما كان مخرج قبل ما يبقى مدير بقى. فطبعا يصعب عليا أنه هو يعني كان يسيل. ساعات الإدارة بتاخد الإنسان من موهبته، بيبقى في عنده موهبة إدارية ممكن تستغرقه على حساب الموهبة الأخرى. فإحنا عندنا ما شاء الله محمود يعني موهوب في الحاجتين. تمام، شكرك يا فندم. فرصة وأنا معايا قامة كبيرة من ماسبيرو ومن يا حضرتك، انا مش عايز اكبرك، من سنه 70 لسنه 80، مظبوط؟ ثمانينات. انا بشتغلت في التلفزيون في الاذاعه والتلفزيون، لان انا بدايتي اذاعيه من 78 78 قعدت 6 سنين في الاذاعه وبعدين اتنقلت التلفزيون. جميل جدا. قبل ما اسالك السؤال اللي انا بستغل وجود حضرتك فيه، فاكره العشرة ساغ اللي كنا بناخدها مكافاه؟ ايوه. شفتي؟ عشان تعرفي العشرة ساغ الورقيه. الورقيه انا عندي 10 ساغ من الاستاذ الكبير فهمي عمر. بالظبط. لما كان بيبقى عندي شيفت صباحي من 6 الصبح ل 10 كان دايما يبعت لي الساعي بتاعه عليه 10 ساغ ورق ويكتب مع تحياتي فهمي عمر. الله. طبعا الاذاعه يعني كانت جميله جدا. انا من اجمل ذكريات حياتي في ماسبيرو الفتره اللي اشتغلتها في الاذاعات الموجهه الاول بالانجليزي، وبعدين رحت البرنامج العام، ودي من احلى واسرى يعني الذكريات الجميله كلها. التعليم كله كان في الإذاعة الحقيقة المصرية. طيب الإعلامية الكبيرة الأستاذة حنان منصور، دلوقتي هسألك سؤال على الهواء. الإعلام المصري ما بين إعلام الدولة وإعلام القنوات المتخصصة أو القنوات الخاصة، أنت شايفة إيه اللي ناقص عندنا دلوقتي، أو إحنا مفروض نعمل إيه زيادة علشان نجذب الناس تاني لمسبيرو؟ اولا يعني القنوات الخاصه كلها منشاه من ناس ماسبيرو، كلنا عارفين الحكايه دي. الاعلام المصري اعلام الدوله يا فندم اعلام حيادي، اللي ينقصه انه هو يطبق كلمه اعلام الدوله، يترجمها عمليا. الدوله فيها اللي بيوافقوا على الراي وفيها غير الموافقين، فمهمة قوي ان انا في اعلام الدولة اعرض الرأي والرأي الاخر بتوازن. ليه؟ لانه مدرسة ماسبيرو او مدرسة اعلام الدولة احنا اتربينا واتدربنا كتير قوي قوي يعني على الصياغة الدقيقة، على اختيار الجمل الصح، على الطلة المظبوطة، على المهنية. فما بينقصش إعلام الدولة إلا أنه يعرض الرأي والرأي الآخر بناسه بالكفاءات الكتيرة قوي اللي موجودة في إعلام الدولة. إعلام الدولة لا يبحث عن الربح زي الإعلام الخاص. إعلام الدولة لا يعتمد على الإعلان
كمصدر وحيد من مصادر الربح. وبالتالي إعلام الدولة عنده ميزة، يعني أنت لما تسمع خبر يتقالك فيه يعني أنه التلفزيون المصري قال كيت وكيت، دي ميزة مش موجودة عند الإعلام الخاص. المصداقية في الأخبار، المصداقية فيها في الإعلام الدولة. أما الإعلام الخاص فأعتقد أنه هو بيميل أكتر إلى الإعلان، بيعتمد عليه. وحضرتك عارف أنه الإعلان إذا سيطر على الإعلام يمكن ما يبقاش صح قوي. أنا بشكر حضرتك على المداخلة القيمة، وكل سنة وحضرتك طيبة، وربنا ما يحرمنا من صوتك الجميل اللي وأنا بسمعه دلوقتي بفتكر أيام يعني الإذاعة الرائعة. شكرا حنان هانم، شكرا، متشكرة قوي، كتر خيرك. مرسي لحضرتك. شكرا يا فندم، اتفضل. مداخلة قيمة من طبعاً. إعلامية أستاذة كبيرة، إعلامية عايز أقول لحضرتك تاريخ. أنا عايز أقول لحضرتك إن إحنا أول مرة ألتقي بمدام حنان مباشرة، يعني طبعا إحنا كنا زملاء في مبنى واحد، لكن أول ما جت هي الفضائية كان تقريبا أعتقد سنة 98 حاجة زي كده يعني، وهي كانت مدير البرامج الثقافية. تمام. وأنا ساعتها كنت مدير إدارة البرامج الثقافية، يعني مدير عام البرامج الثقافية وأنا مدير إدارة البرامج الثقافية. فقد إيه من أول لحظة حسيت إن أنا قدام إنسانة راقية جدا، مثقفة جدا، واعية جدا، إعلامية حتى النخاع.